حاجة عندها علاقة باللاطيف. إذا اللي بغى يدخل هاد المجموعة يصيفط يعني واحد الرسالة، الرقم اللي غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون تحت. نبداو على بركة الله. إذا في هاد الحصة غادي نشوفو جوج الحوايج، غنشوفو كيفاش كنديرو لي غراف ولا التصاور بالضبط التصاور، وغنشوفو تاني لي بيبليوتيك لا بيبليوغرافي كيفاش كنديرو ليها، كيفاش كن هادوك لي ريفيرونس اللي كيبانو لك في الكتب لتحت مثلا، ولا مثلا كيقول لك مثلا دابخي وديك دابخي دو ولا دابخي تخوا ريفيرونس نيميرو دو ولا نيميرو تخوا، كيفاش كيديرو حتى كيكتبو هادوك الكتابات في الكور. غنبداو اولا، كنا بدينا بهادشي هذا اللي درناه، هاد لا كوموند هادي هي ديال لي غراف ديال لي زيماج. اذا درنا كومبيل غتخرج لنا بهاد الشكل هذا. هذا هو اللوغو ديال القناه، انا كنجرب به، ولكن قلت لكم انه الشرط ديال هادشي كله، الشرط ديال باش تظهر لك التصويره هنايا، ضروري خاص هذيك التصويره تكون، نوضح لكم، خاص التصويرة تكون مع لو فيشي تاك، تكون معاها في نفس يعني في نفس الدوسي. دونك غادي نشوفو لو دوسي اللي داير فيه انا هاد دوكيمون تاكس اللي كان نكومبيلي، و لي بي دي اف ديالو وكلشي ديالو. غنشوفو حتى التصويره اللي كاينه فيه اللي كاينه معاهم في نفس الدوسي. دونك كنظن ان الفكره مفهومه، لان فيت شرحتها قبل في هاد لاسيري. نلاحظوا ان هذا هو الدوكيمون اللي كنخدم عليه، ثم كاين هاد الفوتو هادي هي اللي كنسميها انا ار. فاش كنمشي للدوكيمون تيكس كنمشي كنكتب هنا ار. دونك هنا انت غادي تكتب يعني السميه ديال لا فوتو اللي داير نتايا، وبشرط ان لا فوتو تكون في نفس الدوسي مع الدوكيمون ديالك. دونك هادي كنظن انها مفهومه. دابا بغينا هاد التصويره هادي نزيدو نكبروها. غنقول لكم شي طرق كيفاش كنزيدو نكبروا هادشي. اول حاجه تنبان لك ان هاد التصويره بغيتيها دوبل، مثلا بغيتي دوبل، غادي نجيو هنا ما بين انكلود جرافيكس و ار، وغنديرو هاد الرمز هذا. إذن هاد الرمز هذا ما بيناتهم غادي نكتبو سكال، يعني ليشيل، يعني شنو بالعربية، سلم. بغينا تضرب في جوج. إذا غنديرو كومبيلي، وغنشوفو أن هاد التصويرة هادي غادي تكبر. متفقين؟ دونك غادي نشوفو. عفوا وقع شي مشكل هنايا، كاين واحد الاسهم هنا. بعض المرات كتكتب شي حاجه بالكلافي بالخطا. اذا لاحظوا ان الكتابه، ان الفوتو كبرات، يعني كبرات بزاف. بغينا حنا نصغروها، مثلا بغينا نصغروها نديرو غير 0.5، يعني غير النص ديالها 0.5. لاحظوا انها غادي تزيد تصغر. تقيم دابا الى حيدنا هذه كامله، حيدنا هاد السكال، غادي تكون التصويره في الوضع الطبيعي ديالها اللي كان في البدايه. ولكن افترضوا اننا بغينا نزيدو فيها في الطول، بغينا في الطول هاد الطول هذا، بغينا تكون طويله، تكون على الشكل الاول ديالها، ولكن نوريكم الشكل ديالها بعدا كيفاش كان في الاول. ولكن بغيناها تكون طويله، ما بغيناش تبقى كما هي. اذا هذه بغينا نزيدو نطولوها، بغينا نطولوها غير في الطول، ما بغيناش نطولوها في العرض. اذا الى بغينا نطولوها في الطول، غنديرو نفس لا كوموند، نفس الشكل، وغنديرو هايت اذا ايغال. غنديرو مثلا بغيناها تكون فيها مثلا 12 سنتيمتر، 12 سنتيمتر، نكتبو بحال ما بغيت.
نديرو كومبيلي إذن 12 سنتيمتر. دونك هذه 12 سنتيمتر. بغينا نديرو شي حاجة كبيرة باش تبان، باش يبان الفرق. نديرو 20 سنتيمتر، نلاحظوا ان 20 سنتيمتر كيفاش ولات لا فوتو، زادت يعني طوالت اكثر. الا بغينا نطولوا ثاني لا فوتو في العرض، غنديروا ويد هاد الكلمه هالي يعني العرض ديالها، اذا تقريبا بقات في نفس الشكل. احنا باش نزيدو نوضحو اكثر غنديروهم بجوج، غنديرو وحده فيها مثلا غير 8 سنتيمتر، وغنديرو فيرغول، غنديرو هاي الاولى اللي كانت ايغال مثلا 18 سنتيمتر، غنشوفو شنو الفرق بيناتهم. اذا لاحظوا انها في الطول يعني طويله اكثر، فاهمين؟ دونك هذا هو المعنى. من خلال هاد الملاحظه غادي نتفهموا يعني اكثر. اذا هذه بالنسبه لي فوتو، كيفاش كنلعبوا بهم كما بغينا، يعني نطولوهم في الطول ولا في العرض، ولا نديروا غير نديرهم غير صغار مثلا، نقدروا نديروا كما اللي بغينا في هاد لي فوتو. غندوزو دابا للبيبليوتيك. لا بيبليوغرافي، كاينين بزاف ديال الطرق باش تكتبوا لا بيبليوغرافي، ولكن جوج هما اللي يعني مشهورين اكثر. شنو هي الاولى هي هذه، الاولى هي دي بيبليوغرافي، حنا نشوفوا كيفاش كنخدموا بها. والثانيه هي بيب ايتم هذه، اذا كاينين جوج. ولا سيتاسيون كيفاش كنسيتيو هذيك، شنو هي سيتاسيون بعدا؟ هي مثلا ملي كتلقى في الكتاب كتلقى دابخي لا ريفيرونس مثلا دو، هادي كتسمى انه كتسمى لا سيتاسيون ديال داك الريفيرونس. ما عرفتش بالعربيه شنو نقولوا لها. المهم بحال يعني في لو تيكس، في الكونتوني ديال البي اف ديالك ولا ديال البي دي اف ديالك، كتبغي مثلا تهضر على شي ريفيرونس، هذه كتسمى لا سيتاسيون. دونك غنشوفوا الاولى كيفاش كنخدموا بهاد لا بيبليوغرافي. غنجيو هنا نشوفوا الاولى كيفاش لا بيبليوغرافي كيفاش كنديروا لها. اولا كنشوفوا اليوز باكيج، ملي دائما ملي تبغي تقرا شي كور كتشوف اليوز باكيج اللي كيخدموا بهم. الا كانوا عاديين هذوك اللي كنخدموا بهم، غير هادو غير ديال الفرنسيه هادو، ماشي مشكل، غادي تخلي يعني لو تيكست ديالك غادي يبقى كما هو، ما غاديش تبدل فيه. ولكن الا كانت شي يوز باكيج جديده انت ما كاتبهاش، خاصك دير لها كوبي كولي. داكوغ، دونك هنا ما كاين ما محتاجاش شي حاجه. هنايا غادي نديرو، لاحظوا ان عندنا واحد بيجين دي بيبليوغرافي، بيجين دي بيبليوغرافي، و اند فين غتكون اند بيبليوغرافي دار اي هي هادي اند بيبليوغرافي. دونك هنا ما بين هاد بيجين و اند، هنا كنكتبو لي ريفيرونس، فاهمين؟ دونك الريفيرونس الاول مثلا غنديرو درنا سلاش بيب ايتم، بيب ايتم غنكتبو ما بين هاد لي زاكولاد، غنكتبو واحد السميه كيما بغينا حنا، السميه ديال هاداك الريفيرونس، شي سميه اللي نعقلو بها على الريفيرونس، مثلا السميه ديال الكاتب ولا شي كلمه كيما بغينا، ماشي بالضروره تكون شي حاجه بالضبط. دونك مثلا هنا كتبوه، هما كتبوا بير 024. دونك هذه هي اللي غادي نخدموا بها في لا سيتاسيون، عقلوا على هذه الكلمه هذه. وهنا كنكتبوا السميه مثلا ديال الكاتب مثلا، يعني العنوان ديال ديك الكتاب ولا ديال ديك الارتيكل، يعني كاع داكشي اللي لقيتي عليه غادي ديرو هنايا.
كاين حتى التاريخ ربما، يعني كاع داكشي اللي قدرتي انك ديرو ديرو. من بعد كدير دوبل سلاش. علاش دوبل سلاش؟ باش ترجع للستار تاني، غادي دير تاني باش دير ريفيرونس تاني، ريفيرونس لافو. هنا غدير تاني مثلا، هما سموه بير بي او ار 025. دونك نديرو نفس الطريقة. اذا شحال من ريفيرونس دارو هنايا؟ دارو 3 ديال لي ريفيرونس. هنا من بعد بغاو مثلا يهضروا على هاد لي ريفيرونس اللي كانوا، كيفاش غادي نديرو؟ عفوا، بغاو يهضروا على دوك لي ريفيرونس، شنو غادي يقول؟ مثلا لي سيتاسيون، غادي يجيو ويكتبوا سلاش سيت بي او ار 0.24 0.25. اذا كيفاش غادي تخرج هادي؟ حنا غنجربوها ونشوفوا كيفاش غادي تخرج. غنديرو مثلا، ناخذ كوبي، نديرو كوبي كولي. حنا ناخذ كوبي كولي، كوبي نجيو هنا الدوكيمون ديالنا وغنديرو كولي. اذا غادي نديرو كومبيلي وغنشوفو كيفاش غادي تخرج لينا هنايا. اذا لا بيبليوغرافي، هاد بيبليوغرافي ما كتبناهاش حنا، هادي كتكتب اوتوماتيكمون فاش كنكتبو هاد كلمة دا بيبليوغرافي. دونك هاد هما لي ريفيرونس اللي كتبنا. اذا هادو كيجيو في الاخير ديال اخر باج. ولكن قبل مثلا في التكس مثلا، بغينا مثلا نكتبو، كنا كنكتبو مثلا دابخي شي حاجة ومحتاجين نهضرو على ريفيرونس مثلا هذا ال 24 و 25. نديرو كوبي، غنجيو هنا ونقولو مثلا دابخي ونديرو سيت سلاش سيت، وهنا هذوك لا كولاد نديرو بير 0.024 0.25. دونك هنا في البي دي اف شوف كيفاش غادي تخرج بحال هكا. وهنا اكثر من هذا، ملي كتكليكي مثلا على ان كديك الان، كديك هاد ريفيرونس اللي كليكيتي عليه. دونك هادي كنظن هادي هي احسن طريقه ديال لي ريفيرونس. وقضيه اخرى، ان ريفيرونس، لاحظ ان الريفيرونس كان هنا هو الرقم واحد. فاش درنا هنا 0.0024، هنا كيفاش تكتبات لينا؟ ما تكتباتش كما كتبنا حنا، تكتبات غير واحد، يعني الريفيرونس نيميرو 1 اللي كيعطوك حتى الرقم ديال الريفيرونس شحال. الا حيدنا مثلا هاد 0.24 وخلينا غير هادي بوحدها، هنا غادي ما غاديش يطلع لينا ده ثاني، غادي يطلع لينا ده، يعني كما كانت مكتوبه هنايا. صافي، دونك ما كيعتمدش على اين واش هو الاول اللي كتبتيه هنا في هذا السيت ولا الثاني، ولا كيعتمد على لي ريفيرونس هنا، اين واحد الرقم ديالو. دونك بما ان هاد 25 هو هذا، 25 هو هذا، يعني هو الثاني، دونك تكتبات دو. دونك كنظن ان احسن طريقه ديال لي ريفيرونس. حاجه اخرى ثاني، بغيتي مثلا دير، نشوفو في لوكور مثلا، بغيتي دير شي باراغراف بالضبط، كدير مثلا باراغراف دو، هنا كتخلي هذيك الكتابه نفسها، يعني كتجي هنا قبل هاد السيت، من بعد هاد السيت غدير نفس داك الرمز اللي كنخدمو به معقوفات، وغنديرو باراغراف مثلا 3 مثلا. لاحظوا كيفاش غادي تخرج، لهنا غتبقاش غير دو صافي. اذا دابخي دو باراغراف 3، هادشي كيكون منظم، ما كاينلاش تبقى يعني. وحتى الا بدلنا مثلا، والله ندير واحد الملاحظه، الا ناخذ هاد ريفيرونس الثاني وغنديرو هو الاخر، ديرو هو الاخر مثلا، نلاحظوا شنو غيتبدل هنا.
اذا وما بقاتش دو ولا 3، لان الريفيرونس اللي درناه هنايا 25 ولا هو الريفيرونس 3. دونك كنظن ان الفكره واضحه. هذه الطريقه اللي غادي تستعملوا في الريفيرونس غادي تكون منظمه، وغادي يكون كلشي يعني كلشي واضح عندكم في البي دي اف. كيبغى مثلا شي ريفيرونس غادي غير يكليكي عليه بهذه الطريقه وغادي يديه حتى الريفيرونس اللي قاصد نتايا. دونك كنظن ان الفكره وصلت. في الفيديو الجاي ربما غادي ندخلوا لي سامبول ديال المات، يعني كاين شي مشاكل في لي سامبول ديال المات، كيفاش نكتبوا لي زيكواسيون، كيفاش نكتبوا لي زيكواسيون مثلا يكونوا مرقمين، كيفاش نكتبوا مثلا سيستم نظمه، بزاف ديال الحوايج غادي نشوفهم في الحصص الجايه.